سؤال وجيه جدا، ان شرعت في هذا الجرح اولا كنقولوا بان الواقع هو جريء اكثر من ذلك، ان نخرج في الواقع كنشوف جرعه كاينه عند شي ناس هذيك اللي كيتلقى البنت كيترفس عليها ولا كيضربها بموس ولا كيديرها وكيمشي مع راسته، ومن بعد كتلقى كيتسارى في الزنقه كي واحد مهضر معاه بعض الاحلام كيقول كاش غيدير. هذه هي الجرعه الخطيره جدا، ان واحد اللي كيخشي يدو يجيب واحد، ان وزير اللي كياخذ حقوق ديال الناس، هذه هي الجرعه الخطيره جدا. ان مثلا القاضي يحكم بما لا يرضي الله ولا يرضي القانون، انا بالنسبه لي هذا هو الجريء اللي ما فيهش. اما انا ما قمت به هو واجبيك فنان وكاعلام الا بغيتي تقول لي، انا فنان في جزء من الاعلام، خصوصا اللي كتكون انيموس يعني كتكون فكاهي في الاعمال ديالي ديال وما نشر، اقوم بدور الاعلام لانني احط اصبعي على الامراض التي يعاني منها المجتمع، وهذه هي طريقتي وهذا واجبي. هذا واجبي لانك تلقاو معايا الناس في الزنقه تيبغا السبانسير ودوي علينا خويا دوي علينا، لان الصوت ما كيوصلش لسان حال الناس ديال الرحمن. شحال تقول لي شحال واحد هنا كيعرف الرحمن؟ هزوا صبعكم اللي كيعرفوا الرحمن اللي عمرهم شافوا الكاريان ديال الرحمن، من غير الاخوان اللي شاركوا معنا. شوف شحال حنا من واحد هنا كاين 5000 ناس 12000 ديال الساكنه تما عايشين زباله، ملي كندخل كندخل بزباله، بهيمهم كياكلوا بزباله، ولادهم كيلعبوا بزباله، القادوس بواد الحار طالع هنا، حنا عندنا القادوس بواد الحار، حنا يبدا بهنا تحت، القادوس هابط بخمسة حلاقة، حنا البحر هابط بجوج متر، حنا ناس مساكن هنا اللي كيفيد كيفيد عليهم، واحد الكلمة حكاية واحد الصحفي كبير معاكم، صحفي كبير، وأحترم وقدرو كنت معاه البارح، قال لي نهار كنا في الكاريان وشعلات العافية، نعم؟ يعشنات، أنا كحسبت 12 عافية، 12 في عائلة وقيلة لكم. واحد عاد دابا 120 تصور 120 عاد هذه راه بلاد دوله عايشين في ظروف اقرب تحت بزاف. البارح عشت ايش قال لي؟ قال لي واحد الصوره جميله جدا وكان نديرها فيلم نقول لك بزاف. قال لك نهار الكاريان شعلت يوم العافيه في الكاريان بمزيد هو نذكر الاسم هو السي حسن اللي كيهضر، السي حسن ولد الكاريان ومن الاعلاميين الكبار والممثلين الكبار. البارح انا وياه قاعد يتكلم معايا قال لي السي سعيد شعلت العافيه عندنا في الكاريان ومسنون داك حدا السينما العثمانية تماك عطاهم شوية ديال جوري يجلسوا في حاطين الطبلة والواد صبات الشتا والما دايز وهما كياكلوا في الكاب اللي كطيح هما كتمشي مع الواد. وهذه صورة ما يمكنش تصورها حتى في السينما، فما بالك واحد اللي الواد حار كيدوز تحت منه يوميا مهددين بحال دابا داك العشاش ديال البارح. شوف شحال طيار من قصدها، واش حنا في القرن 21 واحد عايش فينا من وين؟ عايش بينا، ولكن راه مضرور، لان ملي كنبقى في الحال انا كنحس بروحي كنحشم. كاين اصدقاء كاين ساكنين في سميتو في عمارات فاخره، كاين ساكن في فيلات فاخره، ولكن كاينين ناس اخرين اللي ساكنين راه تيعانوا، ولكن ما دويناش عليهم حنا، شكون اللي غادي صوتو ما غيوصلش، ما دويتوش عليهم انتوما الاعلاميين، صوتو ما كيوصلش، اخرين كيشوفوا تينيكو، شوفوا الاطفال ديال الشارع، شحال من رومبا، واش هاد الرومبا ما كدوزوش فيها المسؤولين؟ ما كدوزش فيها العمده ديال الدار البيضاء؟ واش هاد العمده ديال الدار البيضاء ما كتشوفش هادشي ولا كتشوف بحال اللي باني ودير زيد ميترو هنا ولا لا؟ كتشوف الاطفال في الشارع كتلقى كاع ما كيبوش مع طفل تدوار ما كتشوف، يعني كلشي مغمض عيني. ولكن نحن اعلاميون فنانون، حنا صوت هاد الناس، حنا الصوت ديالهم، وخصنا ناكلوا رأسا على قبل هاد الناس، لان يسالوا الذين يعلمون الذين لا يعلمون. هذا واجبنا، واجب كل واحد متعلم. وهنا نجي مع القضية ديال الخطوط الحمراء كيفك، ماشي غير في خيالنا، راه هما وحدهم فين تيوضعوها لينا في خيالنا. راه كيدخل عليك يعيطوا الناس، لأن الإنسان ماشي بحال بحال، كاين اللي تيخاف، كاين اللي مسكين عنده ولاداته، كاين اللي عنده الزيق ديالو كياخذ واحد 1000 درهم ولا 2000 درهم في واحد المسلسل واحد، تيقول لها ما تبقاش تعيطوا لي كما دابا الآن كيقولوا للمنتجين ما كاينش شي منتج عمره جاب لي شي سيناريو ولا بغينا نتلعب السيناريو معاه، جامي. علاش؟ لأنهم عندهم تعليمات من فوق ديال التلفزيون ما تخدموش سعيد ناصر، الا ما نتجتش انا ما يخدمني حتى شي واحد. كاينه تعليمات على الهام مثلا، خصك تخدم في 5 و6 المسلسلات في العام، علاش كنشوف وحده كتخدم 10 المرات؟ واش ماشي ممكنه؟ واش ما عندهاش الامكانيات؟ لا، امكانيات خطيره جدا، ولكن صحابهم اصدقاء ديالهم وتيزرعوا فيها الخوف باش هاد السيده تحضر راسها وتقول لهم انا اللي بغيتو نقولو اللي بغيتو نديرو غير عطوني نعيش. وهذه القضيه اللي ما خصهاش تكون. حنا ما عمرنا ما نحضروا راسنا وتنقولها واتحمل كل مسؤولياتي، لان ما كاينش شي واحد اللي غادي يهبط لي راسي، لان هذا كلام، هذا واجب، هذا رساله كنأديها وكنقولها. ناس اللي حروا المغرب
ودافعوا على المغرب وعطاو الحرية ديالو وخرجوا الاستعمار ما خلاوش لينا باش يتنفسوا علينا الناس. والحمد لله عندنا ملك، ملك الله يحفظه الله يخليه ولد الشعب. أنا تنقول عندنا ملك ولد الشعب، وعلاقتنا وعلاقة المغرب منذ زمن ومنذ قرون مع أهل البيت علاقة غريبة جدا، علاقة إحسان ومحبة مش علاقة حب. عرفت شكون هو القادر؟ فلهذا فهم دائما حكم المغرب بحب بإحسان، والحاكم يجب أن يحكم المغرب بإحسان. علاش؟ كاين واحد المحبة، كاين واحد الحب قوي ما بين الملك وما بين الشعب. والأخرين اللي كنحنا كنتخبوا عليهم وكنعطيوهم هذا الشان وكنعطيوهم القوة وكنخلصوهم من جيوبنا كيتكرسوا عليهم. ما نخلوهمش يتكرسوا، كاين قانون يقدروا يدعوهم في وقفة وحدة دافعوا، لكن للأسف الناس كتخاف. فهذه الخطوط الحمراء تكون واقفة قدام عيني تولي تيخاف. أنا ما تنلومهمش، الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم. ما تنلوم حتى شي واحد، وما كنلومش فلان وخوتي اللي كيقبلوا كيمشيو يخدموا مساءهم وكيصبروا ما كيبقوش يديروا وقفة حتى يجيو يقدروا يدافعوا على حقهم. ناس أخرين اللي كيأذوا رسوم بحال السي أحمد جواد اللي حرق راسو، يعني هاد الناس هادو عندهم واحد الضعف بزاف. فأنا في هذا الفيلم هذا هاد الجرأة بغيت نبين أن هاد الناس اللي حنا كنبينوهم قوياء راهم ضعفاء. إلا تحطوا في السيتياسيون تيوليو ضعاف. فكتلقى دوك الثلاثة اللي كانوا باغيين غير صوتهم وكانوا كيطلبوا كيسعوا باش ولاو هما اللي كيحكموا وهما اللي فتحوا الحوار. حتى ولا رئيس الحكومة تيحاول أنه يتحاور معاهم. هو تيقول لهم على العرعي واحد المقطع غادي تشوفوها كيصوني التليفون وما كيبغيش يجاوب. حتى واحد فينا ما كيبغي يجاوب، وملي كتهز اسماء التليفون سعيد ما كيبغيش يجاوب لأنه باقي في ذاك الخوف ما بغاش كاع يهضر معاهم. واحد من الوزراء اللي هو وزير الاتصال طبعا بحال تقول له من نسيج الخيال والاسقاطات تيقول له ها العرعي ما جاوب، أنا مزود في كلام ما جاوب. وصهراني كنقولوا الآن اللي كنسولوا على شي واحد كنقول له ها العرعي ما جاوب وهو ما تيبغيش يجاوب. هذه هي الفكره اللي بغينا نوصلها، بغينا نبينوا للناس اننا كنا بشر وما كاينش واحد احسن من واحد، اننا الدوله الحق والقانون ماشي غير بالهضره بصح. وانتم كتشوفوا مسؤولين كبار تحاكموا، مسؤولين كبار نزلوهم للامير. اليوم قال في الجريده ان واحد القاضي نزلوا سميتو، وراك شفتوا شنو وقع، محاكم قضاة ناس عندهم اسماء، ناس في الدوله مجالات ديال الدوله راه كلشي كيهضر، لان الحمد لله عندنا الاصول عندنا قانون غير خصنا نعرفو خصنا نكون واعي. هذه هي الفكره اللي بغينا نديرو. اذا ما كاينش الجرأه، كاين فقط استعمال القانون. وما استشرت مع كاين شي حد، لان اللي تنقرا وتنشوف والفضل يعود للناس ديال الصحافه والناس اللي تيقراو لنا وتجيبو لنا معك شي وتديرو ابحاث وتقلبو وتعطيونا تقول لنا هادو هادي خصكم تهضرو فيها المسلم. لكن ديال السكينه خطوط حمراء فيما يخص الاخلاقيات انك ما تعير حد، تنسب حد، احترام تقدير. انا دائما نقول السيد الوزير، السيد العامل، السيد الوالي، السيد رئيس الشرطه، السيد لانه هذاك منصب واحترام وتقدير. اما الاخلاقيات هما اللي خصنا نحترموهم وما نقولوش نطبقوها. لما في حدود القانون عندك حريه تقول كيف ما بغيتو تعبر على حقك وعلى الراي ديالك. كنظن انني جاوبت على السؤال.